الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة، منتدى الحياة، منتدى الحياة. شهر رمضان وتأثيره على الأطفال، موضوعنا لليوم في منتدى الحياة. باش نحكيه على المراجعة في شهر رمضان، التغيير الوقت الزمن المدرسي، باش نحكيه زادة على المادة الإعلامية اللي تم عرضها في شهر رمضان واللي عادة ما تأثر سلبا على الأطفال، خاصة وقت اللي تبدأ مسلسلات فيها كل أشكال العنف، وقت اللي تبدأ فما معناتها شخصيات يتأثروا بهم الصغيرات ويتقمصوهم ويعيشوا بهم ويحاولوا حتى يتابعون في حياتهم اليومية. معنا اليوم في الاستوديو منورنا المتفقد الأول في المدرسة الابتدائية، المختص في علم الأعصاب التربوي، سي عبد الرزاق السجني. مرحبا بك. وبيك يعيشك يعطيك الصحة، ومرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. يعطيك الصحة سي عبد الرزاق. شنو أول نقطة نجمو نحكيو عليها في علاقة بشهر رمضان والأطفال التلاميذ؟ شنو أول نقطة نجمو نركزوا عليها في الموضوع هذا؟ إن شاء الله رمضان مبروك على التوانسة الكل وعلى الأمة العربية والإسلامية. شهر رمضان شهر بالنسبة لنا احنا في تونس عنده فهمنا ليه ديما التربية هي راهي تمرير لثقافة للأجيال اللاحقة. احنا ديما ماذا بينا شهر رمضان نفهموا المغزى منه والجوهر من شهر رمضان ومن الصيام، انه تعويد المؤمن وتعويد الناس على الصبر وعلى انهم يكونوا قويين وما يتبعوش الشهوات نتاعهم. القيم الجميلة هذه قيم ديننا الحنيف عادة ما نعديوهاش للصغار، يلزمنا نعلموا صغيراتنا انه راهو شهر رمضان هذا ماهوش شهر نتاع سهرية وشهر نتاع ماكلة وشهر نتاع تقاعس عن العمل، وانما هو شهر العمل وشهر الجهاد والعمل وإلى آخره، وشر أن نتعلم فيه الصبر والتحكم في الشهوات ونعلمه للصغيرات. هذا يجب أن نعلمه لصغيراتنا، وشر رمضان والصيام هو تحكم في الشهوات ونتعلم منه الصبر. الموضوع الثاني اللي ننطلق به هو موضوع التوقيت، توقيت الزمن المدرسي كما نعرفه الناس كل، وأنه الولي يعرف زيادة اللي راه يتم التخفيض في الزمن المدرسي بنسبة 20% من التوقيت الجملي للمواد في كل يوم دراسي. كل مادة تنقص 20% خمس التوقيت. هذا يترتب عليه أنه نكملوا في آخر الحصص متاعنا. بالنسبة للمدارس الابتدائية نهاية العمل تكون 4 درجين. بالنسبة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية تكون متى النهايه في اليوم، نهايه اليوم الدراسي متى 4:30 تقريبا. اثيرت الاشكاليه هذه في بعض التدوينات في التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي يقولوا علاش في الابتدائي يكملوا بعد متى كذا. ما ننساوش صحيح معقول الكلام هذا، لكن ما ننساوش اللي راهو الصغيرات اللي هم عادوش صغيرات في الاعدادي وفي الثانوي صايمين على خلاف اللي في الابتدائي، اللي في الابتدائي. لكن ما فيها بأس انه ما ننساوش اللي المدرسين اللي قريوا فيهم صايمين، وما فيها بأس كان الناس كل يكملوا في نفس التوقيت، في نفس التوقيت. اذا كان 4 غير درجين ممكن في المدرسه الابتدائيه علاش لا ما يكملوش حتى هما 4 غير درجين ولا 4 غير ربع، تكون فكره باهيه. ولو انه سي عبد الرزاق فمش فرق كبير معناتها في الوقت، يعني براتيكومون نص ساعه مش باش تاثر ولا وش اقل فتره معناتها فما ثلاثه سوايع قبل الافطار، معناتها نتصور مش هكلي نص ساعه وباش ياذن الاذان، معناتها عندك ثلاثه سوايع كي باش تروح، فما الوقت اللي باش ترتاح فيه، اللي باش ترجع فيه، اللي باش تقعد فيه في الدار، اللي باش يعاون في الكوجينه ولا المهم حتى بالنسبه للساده معناتها نحكيو ثلاثه سوايع يظهر لي كافيه، يظهر لي حسب رايي انا ما نعرفش. صحيح، هي على كل حال ملاحظة قاعدين نشوفوا فيها، حبينا نتفاعلوا معها. صحيح نص ساعة ماهيش حاجة كبيرة، أما علاش لا وزارة التربية ما تعملش توحيد للتوقيت مثلا باش الناس كل تولي كيف كيف وساويس الناس كل الأربعة توفى معناتها
توا اللي عنده ولده في الابتدائي والاخر في الاعدادي والثانوي مش يلقى روحه ما نتفهم ديفازاج بتاع نص ساعه باش يروح بذاك ويرجع. يمكن احنا نص ساعه نشوفوها عاديه، ولكن عند الاولياء راهي تنجم معناتها الناس عندهم مشاكل. صحيح. التنقل في العاصمه وخاصه اللي يقراوا في المعتمديات البعاد يلقاو صعوبه في التنقل، يبدا مثلا البوب شي يجي يروح بصغار ويولي يقعد نص ساعه، هذيك التعب ونص ساعه مع هو يخدم نهار كامل، فما إشكالية الحقيقة. بون يمكن المتفرج يقول لك نص ساعة هي ماهيش حاجة كبيرة، ما راهي نجم تعمل مشاكل. الفكرة العامة تاع تخفيض التوقيت 20% باهية وماذا بينا لو كان تتعمم معناها تتعمم حتى خارج شهر رمضان. علاش لا ما نخفضوش؟ وإحنا ديجا وزارة التربية في عملية الإصلاح التربوي اللي قاعدين يشتغلوا عليها لجان الإصلاح التربوي ماشية في اتجاه في المقترح تخفيف الزمن وتخفيف البرامج، وهذه حاجة مطلوبة في تونس، جدا مطلوبة، خاطر فما ضغط كبير توقيت 8 ساعات في النهار بخلاف أوقات المراجعة بخلاف أوقات بخلاف تلامذة اللي يقراوا دروس خصوصية هذا يعني فما ضغط كبير على الصغيرات، وهذا طبعا فكر فيه وزارة التربية وماشية فيه. واحنا في رمضان على كل حال التخفيض هذا نتاع 20% مهم ومهم جدا بالنسبه للصغيرات في شهر رمضان. باهي سي عبد الرزاق، نرجع معك بالنقاش فقط موجز الاخبار مع زميله سي حمدي، ونرجع لكم نعاود نذكر الناس يسمعوا فينا 70 035 120 ديما على ذمتكم. انس الهمامي في استقبال تليفوناتكم، مرحبا بكم. اذا كان عندكم اي استفسار يخص موضوعنا لليوم كلمونا، وسي عبد الرزاق السجني استغلوا حضوره بحذانا يجاوبكم على جميع استفساراتكم. منتدى الحياه، منتدى الحياه، رجعنا لكم من جديد في منتدى الحياة. مرحبا بكم الناس اللي التحقتوا بنا في الاستماع، تحية لكم وين ما يوصلكم صوتنا. ثم تسمعوا في إذاعة الحياة FM 93.3 من القيروان. عاود نذكركم موضوعنا لليوم شهر رمضان اللي مازال تفصلنا عليه أيامات قليلة، إن شاء الله مبارك عليكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا. حبينا اليوم نسلطوا ضوء، عاود نذكركم اللي البارح موضوعنا كان الصحة النفسية في شهر رمضان وطيلة الأيامات اللي مازالوا في منتدى الحياة، باش نخصوا برشا مواضيع تهم شهر رمضان والعادات الغالطة اللي نحاولوا ديما والمعتقدات الخاطئة اللي ديما نحاولوا نصلحوهم. ومن بين المعتقدات هذوما اليوم نحكيوا على الأطفال في شهر رمضان، وقتاش نرجعوا لهم، كيفاش الأولياء يوعيوا صغارهم بضرورة ما يتبعوش معاهم المسلسلات وإلا المواد الإعلامية اللي كلها قاعدة تبث على القنوات التلفزية تونسية وإلا مش تونسية. اليوم لازم نعملوا سامحوني لازم نعملوا كنترول للصغيرات، نوريهم شنو يتفرجوا ونتبعوا معاهم وما نخليهمش يتفرجوا على المسلسلات اللي قاعدين يتابعوا فيه من الأولياء. نرجع معك سي عبد الرزاق السجني، متفقد أول في المدارس الابتدائية ومختص في علم الأعصاب التربوي. نحكي وكنا نحكي وقبل ما نخرج في موجز الأخبار كنا نحكي على أهمية الزمن المدرسي اللي باش يتم التقليل فيه، وهذه نقطة إيجابية على قلب دينا بها حستنا اليوم. صحيح، هذه نقطة إيجابية وهي سياسة وزارة التربية في إطار التخفيف من زمن المدرسي، لأنه أولا فما ضغط كبير على الصغيرات طول الزمن وثم كثافة كبيرة للدروس وللمواد، وثاني حاجة الصغيرات ما عادوش لاقين وقت الأنشطة الثقافية الأنشطة الرياضية المسرح الموسيقى الرياضة كل ما هو حاجة تساهم في تربية الصغار ما عادش لاقين وقت لها. عندنا فرصة في رمضان صغيرات يروحوا بكري شوية، يروحوا من الأربعة وقت المراجعة وقت المراجعة تصير فيه بيرتيرباسيون، يصير اضطراب على التوقيت العادي بتاع مراجعة الصغيرات، مستانسين يروحوا الخمسة مستانسين يكملوا الستة اليوم باش يروحوا الأربعة، لكن الوقت هذايا اللي هما يكملوا فيه عادة تلقى الأم تلقى العائلة بصفة عامة منشغلين في الكوجينة والطبخ والأعداد، وساعات القضية بالنسبة اللي يخدم بشي روح يقضي إلى آخره، فما صحيح 3 ساعات بالنسبة للصغار ما بين أنه كمل اليوم الدراسي نتاعو وما بين شقان الفترة فما 3 ساعات. أنا ننصح الأمهات وننصح الأولياء هو أنهم إذا كان فما إمكانية أنه الصغير اللي عنده عمل منزلي فروض منزلية أنه صحيح يروح الصغير تاعب الأربعة ماهوش مباشرة باش يمشي يراجع ولا باش يمشي يخدم الدروس نتاعو، ينجم يرتاح شوية إذا كان عنده عمل منزلي علاش لا من 5 حتى للـ7 مثلا وكاع ساعة راحة
إذا كان كمل الأربعة، إذا كان كمل الأربعة ونص نبدأ معه الخمسة ونص حتى إيش للستة ونص ساعة باش يعمل فيها العمل المنزلي نتاعه اللي هو معناها طلبوا فيه المعلم نتاعه ولا المعلمة نتاعه. لكن باش تقول لي أنا الوقت هذاك أنا راني نجري باش نعمل الشقة الفطر وصعيب باش نجم نعاون صغيري باش يخدم دونك هذه الإشكالية الأولى اللي ممكن تواجه الولي، أنه في الثلاثة ساعات هذوما هو يبدأ للأم تبدأ هي عادة أكثر الأوقات الأم هي اللي لاهية بالمراجعة ولاهية بالعمل المنزلي. الأم ما تنجمش في التوقيت هذا باش في نفس الوقت تتلهى بالكوجينة وتحضر شقة الفطر وفي نفس الوقت باش تراجع لصغيرها ولا باش تخدموا الخدمة نتاعو والعمل المنزلي نتاعو. اللي ما تنجمش أجل إلى ما بعد شقة الفطر. هو حتى الفترة معناتها سي عبد الرزاق من قبل شقة الفطر كما قلت أنت معناتها تبدأ بالعائلة يبدأوا هكا لاهين في التطيب وما يلقاش الصغير يبدأوا ستريسي معناتها كما بالضبط معناتها بما الوقت بتاع الترمذين بتاع التوانسة تبدأ فيه معناتها على أعصابها الأم تبدأ تزرب الطيب باش ما يفوتهاش الوقت صحيح. وإذا كان عندها بنيتها يبدأوا يعاونوا فيها معناتها نحكيوا احنا على الأطفال خاصة اللي في المدرسة معناتها اللي يقراوا في المدارس التعليم الابتدائي يلقاو روحهم في الوقت هذاك ما ينجم يتلهى بهم حتى حد يقريهم إلا في بعض الاستثناءات أكيد فما أولياء اللي ينظموا هو أوقاتهم. هو الحل واضح هو أنه نخلي ولم ما نتصحيح ما نخليهاش وحدها نعاونوها في الكوجينة، لكن راهو ينجم الأب في التوقيت هذاك أولا بعد يتلهى هو بالصغار بش الأب ساعات يقول لك أنا صايم ما نجمش أي صايم وعندي الدخان وخدمت نهار كامل وسيبه معناتها ما عادش عندي مجهود آخر نجم نبذله خليني طوى نرتاح قبل ساعة من الأذي شنو نجم نعمله احنا في الحالة هذي عادة الأب في التوقيت هذا يقول لك أنا عندي الحشيشة الدخان وعندي القهوة ساعة ذكرة اللي قبل ذين دي ما ساعات تبدأ سكرين قاعدين نشوفه في حاجة باهية هو أنهم الأب في الوقت ذاك يأخذ هو الصغار اون شارج باش لهم تتفرغ متى وتأخذ تلقى وقت للكوجينة. الأب إذا كان باش يأخذ الوقت ذاك يتلهى هو بالصغار ما فيها بس إذا كان فما شكون عنده خدمة فما شكون عنده عمل منزلي واللي هو اللي يتلهى بالموضوع هذايا ويضحي هو زاد شوية صحيح النهار دول النهار الثاني يكونوا صعب تصير فيهم الاضطراب والبرتيرباسيون لكن حتى بالنسبة للصغير طبعا وبعد تتحسن الأمور. إذا كان الأب والأم ما لقاوش حل بالنسبة للمراجعة في التوقيت هذاك عندهم الحل متاع أنه بعد شقة الفطر ديجا السبعة ونص يكونوا كملوا بريسك الناس كل تبدأ كملت من السبعة ونص حتى إيش للثمانية ونص التسعة هو توقيت مناسب للمراجعة اليومية لكن تلقى إشكالية أخرى أنه يقول لك الوقت ذاك وقت المسلسلات والنقطة طوى متاع المسلسلات اللي هي أهم من هذا كله أخطر الحقيقة لهنا وقت اللي نحكيه على الصغار اللي يقعدوا مع معناتها مع العائلة ويتفرجوا في نفس اللي يتفرجوا فيه الأولياء. أنت تعرف سوار من الحاجات اللي تميز شهر رمضان هي المادة الإعلامية التلفزيون تتبدل 180 درجة في رمضان مادة إعلامية جديدة مختلفة واللي فيها مسلسلات احنا خاصة في تونس تقريبا انتاجنا كله يتعمل في شهر رمضان تم تخصيصه في شهر رمضان منوعات ومسلسلات وإلى آخره الولي يحب يتفرج وطبعا الصغار باش يتفرجوا معاه ولهنا يجي دور الأب ودور الأم في أنهم يعرفوا شنو يتفرجوا باش يحموا صغارهم من المادة الإعلامية بين ظفرين اللي هي ما تناسبش صغيرات واللي هي أحيانا مادة مسمومة ونتحمل الكلام اللي نقول فيه على المسلسلات اللي قاعدين نشوفوا فيها خاصة المسلسلات اللي تحتوي مشاهد عنف اللي فيها معناتها فيها جانب سلبي كبير برشا خلينا فيها جانب سلبي كبير برشا نقدموا فما شخصيات يتقدموا للصغار شخصيات فيهم كلامهم ماهوش نتاعنا معناتها يعلموا الصغيرات الانحراف الصغيرات يستبطنوا ويلبسوا هالشخصيات هذوما بكل سهوله
مع التأثيرات ومع المؤثرات الموسيقية وغيره، فإنهم الصغيرات وخاصة المراهقين يلبسوا الشخصيات هذوما بالوشم نتاعهم، بالحجامة نتاعهم، بالكلام الخايب نتاعهم، بالسلوك اللي يعلم الانحراف ويعلم العنف. احنا نشوفوا في شخصيات يقدموهم المسلسلات ما هم شخصيات عقلانية، ما هي شخصيات حقيقية ولت موجودة في مجتمعنا، وبالمسلسلات هذوما تولي موجود منها برشا، تحققت معناتها الشخصيه هذه كانت مجرد فكره موجوده في المسلسل، خرجت للواقع التونسي اليوم. تو كثرت حتى كانوا شويه، تو لاو برشا. صحيح، على خاطر المراهقين نتاعنا ياخذوا ويلبسوا الشخصيات هذوكم ويولوا يتصرفوا كيفهم في حياتهم العاديه، وميزوش بين الخيال والواقع، يولوا يحبوا يتماهوا مع الشخصيات هذوما، يحب يولي هو كيما الشخصيه اللي هي تعجبه في الحجامة نتاعها وفي الوشم نتاعها وفي اللبسة نتاعها، طريقتها في التواصل، حتى طريقتها التواصل معناتها مش شخصيات عقلانية ولا شخصيات مثقفة ولا شخصيات سوية ولا شخصية متحضرة وتعرف كيفاش تتصرف وتنظم وقتها وتلبس لبسة محترمة وتخدم على روحها وتجيب كل شيء من عرق جبينها وتقاوم معناتها الفساد وتقاوم الانحراف. لا بالعكس، هي شخصيات تعطي قيم أخرى، هو أنه كل شيء مباح، هو أنه من أجل أنه يكسب الفلوس وإلا حاجة راهو ما يسالش كي يبيع المخدرات وما يسالش كي يضرب وما يسالش كي يتحيل وما يسالش كذا ويبقوا هذايا ويقولوا ما يعطوا برشا تبريرات. هذا داخل في المسلسل وداخل في فكرة المخرج وإلى آخره. الصغير يأخذ القيم هذيك ويولي يقول لك حتى أنا ها وكذا، ويلقى لك التبريرات هذيك مقبولة ويستوعبها ويولي يتصرف كيفها، ويولي التحايل ويولي العنف ويولي الانحراف حاجة عادية بالنسبة لي. وهذا الخطر اللي يهدد المجتمع، هذا الخطر اللي يهدد صغيراتنا، أن التصرفات هذيك تولي له عادية ومبررة وتعجبه أون بلوس، لأنه شوفها جابت نتيجة. صحيح. شخصية عادية بطال يصبح في ضغط في مدة، يعيش في نمط، عايش يولي في الوتلة ويولي عنده كرهبة مذخمة ويولي عنده دار ويولي عنده برشا فلوس ويولي عنده برشا أصحاب، وهو في الأصل لا خدم ولا عرق على الفلوس ولا عمل حتى شيء، وإنما عمل عملية تحيل أو عمل مارس عنف على شخص أو شيء من هذا القبيل، وأصبح معناها ثري وأصبح لبس عليه. احنا نحبوا الولي يكون منتبه ومتيقظ، متيقظ جدا للمسائل هذيا، وما يخليش صغاره عرضة باش يتأثروا بالشخصيات هذوما ويلبسوهم ويولوا يعيشوا بهم. وزادة مش الأولي يتفرجوا على المسلسلات وإلا ما نحكيوش كان على المسلسلات، احنا حتى فما برامج اليوم للأسف تبث في مختلف القنوات التونسية، تونسية ولا مش تونسية، ما نحكيوش على قناة معينة. صحيح. احنا أكيد ما نستهدفوش قناة معينة، ولكن اليوم فما مواد إعلامية قاعدة تبث على القنوات التلفزية اللي هي قاعدة تعطي في مادة الحقيقة ماهيش ما تنجمش تفيد الصغار. اولا ما فماش عنصر الافاده واناره الراي العام ماهوش موجود، والهدف اللي هو الهدف الاساسي سي عبد الرزاق من الاعلام، ولكن تهزنا للثنيه اخرى خاصه. صحيح. للاطفال والمراهقين بالاساس اللي هما الاكثر عرضه للمشاكل هذه. وانت كنت تحكي على المسلسلات، انا نحب نحكي شويه معك سي عبد الرزاق على القصص الدينيه مثلا، المسلسلات التاريخيه. صحيح. اللي يظهر لي فيهم من الافاده معناتها ما الى جانب المسلسلات اللي احنا نحبوا نتجنبهم ونكونوا متيقظين لهم وما نخليوش صغيراتنا والمراهقين نتاعنا عرضه لهم، راهو زاده فما ماده اعلاميه تتقدم في شهر رمضان عندها قيم تربويه مهمه. صحيح. فما مسلسلات تاريخيه، فما مسلسلات دينيه، وفما حتى صور متحركه عندها طابع ديني وعندها طابع تاريخي. نجموا نتفرجوا فيهم احنا باش صغيراتنا زادة يتفرجوا معنا ونجموا نفسروا لهم، لأنه فما مسلسلات تاريخية ومسلسلات دينية تعرض قيم وتعرض مفاهيم دينية أكبر من فهم صغيراتنا، ما فيها بس كان نشرحوا لهم بعض المفاهيم الدينية، باش كثير من المفاهيم الدينية لا تولد مشوهة في أذهان الأطفال كي تبدا انت مع صغيرك وتفهموا الشخصيه التاريخيه هذه علاش جات وشنو هي قيمتها
والمفهوم الديني هذا علاش موجود، الصيام هاو موجود لهذا السبب، وقيمة نتعلم منه الصبر، نتعلم منه أنه مفارقة الشهوات ومقاومة الشهوات، راهي الصلاة مجعولة للدعاء ومجعولة للطاعة ومجعولة إلى آخره. والهدف الرئيسي للصوم زيدا والعبادة في شهر رمضان، معناتها خاطر احنا كنا نحكيه معاك سي عبد الرزاق في الأوف، نحكيه معناتها شهر رمضان اليوم ولينا ناخذوه من منحة ضيق عليه مع معناتها المأكولات والسهر والمسلسلات والانتاجات التلفزية. احنا نتوارثوا في الرؤية هذه لشهر رمضان من جيل بعد جيل، أنه راه في شهر رمضان تتبدل الدنيا، تولي سهريات وتولي ماكلة وتولي تقاعس على العمل ومسلسلات، تنقص سوايع على الخدمة ويكثر النوم وكونجيات وبرشا حاجات ماهيش باهية، واللي يخرج قبل وقت خدمته وما إلى ذلك. من تعرف أنت سوار كل تلك الأشياء اللي لاحظوها في رمضان، احنا اليوم نحبوا نعملوا أجيال أخرى تنظر لشهر رمضان نظرة جديدة وتفهم المغزى كما قلت انت في أول الحصة، كما يفهموها كما قاعدين فاهمينه برشا علماء وبرشا أطباء في العالم. قاعدين مبهورين من فكرة أنك تقضي 30 يوم وانت تاكل كان وجبة واحدة في اليوم، وشافوا أهميتها على صحة الإنسان وتجديد الخلايا والتنقيص من برشا أمراض ومن برشا سموم، وترتح المعدة وترتح الأعصاب وحتى نفسانيا، معناتها نفسانيا، وتعلم الصبر وتعلم أنك تتحكم في الشهوات، راهو هذا عنده قيمة تربوية وقيمة صحية كبيرة برشا. احنا ماناش فايقين، احنا ماناش فاهمين قيمة الشيء اللي هو يجي متى يوفر لنا الشهر نعمة كبيرة ياسر، ماناش فايقين بها وما نعلموش صغارنا الشيء هذا. احنا فرصة باش نخلقوا أجيال جديدة، نعلموا صغيراتنا القيم الإيجابية الصحية والتربوية اللي يوفرها لنا صيام شهر رمضان. وهو فرصة معناتها سي عبد الرزاق باش اليوم اللي عندهم صغيراتهم مازالوا تقريبا 3 أيام، مازلنا ما نعرفوش إذا باش يكون اليوم الأول من شهر رمضان نهار السبت وإلى لحد إلى حد الآن يمكن يكون نهار السبت، معناتها إذا كان باش يكون نهار السبت وإلى نهار لحد ان شاء الله مبروك على الناس الكل وعلى الامه الكل، ولكن هاو مازال عندنا الوقت باش اللي عنده صغيرات يقعد معاهم ويفسر لهم المغزى من الصيام، يفسر لهم شهر رمضان، البعد الديني في معناتها في الشهر هذيا، ما نفسروا لهم ما نخليهمش ياخذوك الفكره اللي كما قلت انت قاعده معناتها تتوارث فيها اجيال بعد اجيال ومعناتها سنوات لسنوات، واحنا لليوم ديما عندنا كل الجانب الضيق نتاع شهر رمضان اللي هو راهو فيه وفي عديد العبادات حتى في عيد الاضحى ماناش فاهمين المغزى من عيد الأضحى، ماناش فاهمين المغزى من شهر رمضان، ماناش فاهمين المغزى من عاد الزكاة إلى آخره. هي عبادات برشا مناسبات دينية، برشا مناسبات دينية، ما نفهموش الجوهر نتاعها والمغزى نتاعها. فما مناسبات وطنية زاد سي عبد الرزاق، مؤخرا عيد الاستقلال مثلا، ذكرى الاستقلال، برشا شباب ما يعرفوش قيمتها، نحكي حتى على شباب كبار في العمر ما يعرفوش الذكرى هذه. تو الشباب تو تسألوا تقولوا عيد الجلاش معناها عيد الجلاش، فما أغلبية بالضبط، فما اغلبيه ساحقه ما تعرفش التواريخ هذه، خاصه اليوم كي نحكيوا على مناسبات دينيه عندها قيمه كبيره وعندها ابعاد كبيره وفيها برشا فوائد واهداف. احنا مازلنا مواصلين معكم النقاش، باش نرجعوا معك سي عبد الرزاق، نعملوا ترتيحه صغيره مع الموسيقى ونرجعوا لكم. ما تنساوش 705320 ديما على ذمتكم، كلمونا وشاركونا استفساراتكم. 6 دقائق بعد ما 3، مرحبا بكم الناس الكل، انتم تسمعوا في ذات حيث فم من القيروان عند سيدنا، تحية كبيرة للناس اللي يسمعوا فينا وين ما يوصلهم صوتنا في القيروان، وتحية زادة للناس اللي يتابعوا فينا على باج فيسبوك الحيث فم. نعود نذكركم موضوعنا لليوم هو شهر رمضان تأثيره على الأطفال، كنا بدينا نحكيه شوية على المادة الإعلامية اللي تبث في الشهر هذايا، وصلنا باش نحكيه معاك سي عبد الرزاق السجني المتفقد الأول بالمدارس الابتدائية، باش نحكيه على المراجعة في شهر رمضان، وقتاش نخصوا وقت للمراجعة وكيفاش نحاولوا نسنسوا الصغار بالريتم هذايا اللي هو باش يكون جديد عليهم نوعا ما. تغير النسق في شهر رمضان بالنسبة للعائلات التونسية، ثم وقت طويل للسهريات، تونسي يحب يسهر في شهر رمضان، فما برشا مسلسلات وفما ناس تخرج وفما ناس تمشي للقهوة إلى آخره. التغيير هذا يأثر على مراجعة صغار عندهم أعمال منزلية وعندهم مراجعة يومية، يلزمنا نحاولوا باش نحافظوا لهم على النسق نتاع المراجعة وعلى التوقيت المناسب للمراجعة
وعلى أنهم يرقدوا في وقتهم، على خاطر إذا كان صغير يشوف العيلة كل تسهر والناس كل تسهر، هو بيدو باش يولي يسهر، يولي فيق ناقص نوم. دونك يلزمنا الراعي أنه نحافظوا على التوقيت العادي نتاع السهر والتوقيت العادي نتاع النوم نتاع الصغير. من ناحية ثانية يلزمو يلقى وقت مناسب للمراجعة. الوقت المناسب مبدئيا هو من 7:30 حتى 8:30 9، هو وقت مناسب جدا بالنسبة للصغيرات باش يراجعوا دروسهم، باش يخدموا الأعمال المنزلية نتاعهم. فما شوية تضحية من الولي، لأنه الوقت ذاك هو زادة يقول لك أنا صايم نهار كامل إلى آخره، يلزم يضحي شوية يعلم روحه هو زادة أنه يراجع لصغيره. وبعد إذا كان عنده سهرية مازال عنده الليل طويل نجم. وأنا عندي وقت راح لأني مثلا أمهات اللي الأم هي الوحيدة اللي تنجم تقري صغيرها وهذا موجود، تولي مثلا تقرأ حسابها، طيب تحضر عشاها قبل وتعمل الساعة ذيك تخليها معناتها تخصصها لصغارها باش ما نتيحوش فك الوقت ذاك اللي قلنا احنا كل وقت الذروة خلينا نقول، وتبدأ فيه برشا شارج في الكوجينة وبرشا ستريس كما قلت انت، تتولي الأم ما عادش تنجم تقري صغيرة في الوقت ذاك. وقت اللي يبدأ البو يخدم نهار كامل وهو ما ينجمش والأم هي الوحيدة اللي تنجم تقري، فتولي تقرأ حسابها تبدأ في الكوجينة قبل بثلاثة أربع سوايع ولا وقت اللي تنجم هي بتبيع حسب خدمتها. كل واحد كيفاش، كل واحد وقت خدمته معناتها إفكتيفمون، كل واحد كيفاش مستانس، كل واحد انا هو الوقت نتاع ستريس نتاعو. ومتى احيانا الاب والام هو والله يسامحني معناتها سي عبد الرزاق ما فماش حتى ضروره للستريس، علاش معناتها احنا ديما عندنا التعامل مع كي تبدا باش تعمل حاجه ديما تبدا ستريسي وتبدا كان ما تصير هكا كالشارج في الاخ. والله غالب هذاك هو التوانسة يروحوا من الخدمه يبدا الوقت يجري وهم يحبوا يصنفوا وما يعملوا برشا حاجات على الطاولة، يخترم العملية دي برشا وقت وهما خرجوا من الخدمة ديما تحس فما ستريس. الأب هو بما يخرج من الخدمة وبرشا توانسة يبدأ عندهم ضغط في التوقيت ذاك، ما يقبلش باش يوسع باله وكذا مع صغيره في الوقت ذاك. هو ده أحسن حل راه أنه واحد من العيلة يتلهى بالصغار مثلا ويفضي الأم للأعمال المنزلية وهو يعاونها بالطبيعة، مش راهو الأم في الكوجينة والأب كذا، لا احنا مش تقسم الأدوار مهم برشا، إنما إذا كان فما إمكانية أنه الأب يتلهى بالصغيرات ويراجع على مدروسهم باش وقت اللي يجيش أقل الفترة يكونوا كملوا المراجعة نتاعهم. إذا كان عندهم عمل منزلي، إذا كان عنده خدمة باش يخدمها وقتها، إذا كان فما حاجة يحب يزيدوها بعد يزيدوها، إذا كان فما شيء هوكا تمت المراجعة وخذت الوليد حقه في المراجعة. إذا كان ما أمكنش، وإذا كان فما ضغط على الأب والأم في الوقت ما بين الأربعة لأربعة ونص حتىش للستة ونص السبعة غير ربع، إذا كان هذا ماهوش ممكن باش يولي الوقت الممكن بالنسبة للأولياء هو ما بعد شقال الفطر سبيعة من زمان باش يراجع لصغيره ويمشي يرقدوا باش يرقد بكري، وهو إذا كان عنده حاجة باش يزيد يسهر ولا ياكل حاجة ولا باش يخرج ولا كذا ما فيها بس. أنا عدنا وقتين نتاع مراجعة ممكنين، أنت وشنو الوضعية الديسبونيبيليتي نتاعك والتعود نتاعك وعاداتك وليزونجاجمون نتاعك وخدمتك بعيدة وإلا قريبة وخدمتك تمكنك من أنك الوقت يساعدك هو من الأربعة حتىش للسبعة وإلا من الثمانية حتىش للتسعة تسعة ونص، كل واحد ووقته وظروفه. هذا بالنسبة لنقطة المراجعة. فما نقطة أخرى مهمة سي عبد الرزاق، نحكيه على النظام الغذائي اللي زاد هو يتبدل على غرار الوقت معناتها متاع النسق كما قلت انت، زاد فما نظام غذائي يتبدل كيف زاد. نحكيه على نقطة مهمة برشا هي السهر اللي كنت انت أشرت لها في حديثك، التلميذ ساعات وإلا الطفل يلقى روحه مهم نحبش نقول مضطر، ولكن يلقى روحه مع العائلة يتبعهم يرقدوا هما في الليل مأخر يرقدوا معاه يرقدوا بكري يرقدوا معاه. خلينا نحكي ساعة على النظام الغذائي اللي يتبدل هما في رمضان. هما ثلاثة حاجات كبار يتبدلوا في رمضان. النظام الغذائي، توقيت النوم، والمادة الأعلامية. احنا حكينا توا على المادة الأعلامية وقلنا يجب نردوا بالنا وحكينا عليها ونحمي صغارنا من المادة الأعلامية اللي هي موش باهية، فمادة أعلامية ما تناسبش أعمارهم. صحيح. الحاجة الثانية اللي يلزمنا أن ننتبهوا لها هو بالنسبة للنظام النوم والسهر، هذه معناتها
واضح اللي في العائلات التونسية تسهر في رمضان، فما شكون يخرج، فما شكون يتفرج في المسلسلات. في كل الحالات تحس العائلات التونسية وقت يجي شهر رمضان الناس تولي تسهر، والصغار يولوا فيهم معناتها شكون يولي يسهر، خاصة الكبار شوية اللي هما في الإعدادي ولا في الثانوي هما بيدهم مش يولوا يسهروا، وهذا اختر على الصغيرات أنهم ما ياخذوش حقهم في النوم، يرقدوا شوية ويصبح الصباح تعب، قلة التركيز اللي لاحظوه على الصغير ماهوش مركز وفيق مخر ويمشي للقسم وهو ناقص نوم، هذا لاحظوه ويزمنا نتنبهوا له، يزمنا يزم الولي يراعي النقطة هذه، يضحي شوية أنه هو يرقد أو أنه شجع صغيره أنه يوفر له رغم فما سهر وفما كذا يوفر له سياق، يوفر له كونتكست متاع أنه يرقد، لأنه هو مش يقرأ الصباح بكري وعنده واجبات وعنده فما حتى امتحانات وإلا حاجة، دونك يزم يرقد في وقته ويفيق بكري في وقته كيما مستانس، دونك هذه حاجة لازمنا ردوا بالنا منها. بالنسبة للنظام الغذائي خاصة بالنسبة للصغيرات اللي مازالوا في المدرسة الابتدائية اللي هم مازالوا ما همش في السن متاع الصوم، في العادة مستانس فما فطور الصباح ولما تحضر فطور الصباح متنوع وفيه الضروريات والفيتامينات اللي يستحقها الجسم الصغير، لكن فطور الصباح ما عادش موجود ولا السحور، دونك ما عادش فما فطور الصباح، والصغار يفيقوا الصباح ما يرقاوش حاجه فطور الصباح كما العاده، هذا يعني نتنبهوا وردوا بالنا منه، انه يلزم الام والامهات يعرفوا شيء هذا، الام الصباح تبدا محضره من الليل ما لازم من فطور الصباح الطبيعي من حليب من قهوه من خبز معجون زيت تمر الى اخره، بشكل ماكله باهيه فطور الصباح الطبيعي متوازن متوازن اللي لازمه اللي هو متعود عليه. الحاجه الثانيه في 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 رمضان ما فماش فطور نص النهار، وكانوا الصغيرات يروحوا احيانا باش يفطروا خاطر اللمه والعيله تتلم باش تفطر، هو يفطر خاطر الناس كل تفطر، يلقى روحه كان هو معني بالمسألة هذه، وأحيانا ما فماش حاجة متاع فطور نص النهار خاطر ما نطيبوش احنا في فطور نص النهار، دونك نسخنوا له حاجة من الليل وكذا، ردوا بالنا ماذا بينا ما نمشيوش في أنه معناتها اللي يجي من تاع البارح وآية هيتا فما كعبة بريكة وكذا وكحكايات هذوكم الكل ردوا بالنا منهم، لازمنا نحافظوا على نظام غذائي متوازن وطبيعي لصغيراتنا اللي مازالوا ما يصوموش، يفطر فطور الصباح نتاعهم العادي ويفطر فطور نص النهار العادي محضر من الليل، فما امهات ذكيين يحضروا حاجه من الليل هذيك فطور الصغار نتاع نص النهار وكيما كيما مستانسه في خدمتها في سير ليل، فماش حاجه اللي تبدل. انا ننصح الامهات باش ما باش يحضروا حاجه من الليل ويسخنوها والا كذا ويعطيوها لهم، فيها ديسير وفيها اونتري وماكله متوازنه محترمه ويشجعوهم على الفطور وما يخلوهمش هما بيدهم يتضرروا من جراء تغير النظام الغذائي، احنا ما نحبوش الصغيرات يتضرروا من جراء النظام الغذائي نتاعنا احنا. باهي سي عبد الرزاق معنا بالتليفون سي سمير، مرحبا بك على موجود الحياة فيه. وبيك اكثر اختي ومرحبا سي عبد الرزاق فيه. مرحبا بك انت زاده، شكرا لاتصالك بينا. احنا اليوم موضوعنا كما كنت تسمع فينا شهر رمضان، كنا حكينا شويه على المدى الاعلامية اللي تنبثها خلال شهر رمضان هذا وتاثيرها على الصغار، واحنا موضوعنا اليوم نحكيوا في علاقه بالصغار كيفاش يتاثروا في الشهر هذا، وقتاش نجموا نرجعوا لهم انا والوقت اللي نختاروه، كيفاش نحافظوا لهم على نفس النظام الغذائي ونفس توقيت النوم زاده اللي هو عاده ما يتبدل، يولي الصغير يحب يسهر كما الكبار. والله بالنسبة للتلامذة بصفة عامة، التلامذة يختل التوازن نتاعهم في كل شيء. بحكم أنه يولوا يسهروا مع العائلة، يسهروا حتى في برامج نتاع الصغار نتاع الكبار. وسامحني يا سي سمير، أنا نقصد بالمادة الإعلامية هي المسلسلات والبرامج التلفزية اللي تبث خلال شهر رمضان. صراحة المسلسلات احنا في تونس ما عندناش، عندنا قناة
لا علينا في ذكر القنوات، معنيش الحق نذكروا الأسامي، ولكن اليوم نحكي اون جينيرال مش في تونس فقط، حتى فما برشا قنوات أخرين نتبعوهم، قنوات أجنبية زادا يتعلموا منهم ويتأثروا بهم الأطفال والمراهقين. ما عندناش احنا قنوات تلفزية موجهة للصغار تعليمية، وإلا برامجها كلها تربوية ثقافية تعليمية. ولو أنه موجود اليوم عندنا القناة التربوية الجديدة عن التعليمية، أي تربوية تعليمية مستوى ثانوي وتعليم عالي ابتدائي ما فماش، ابتدائي ما فماش. تاع الصغار مثال في الروضة ما عندناش، تلقى مثال ساعات الصغار في تونس هذا سي سمير أعمارهم مثل واحد تجاه يتبع في مسلسل مع أبوه وأمه ولا مع العائلة في يتفرجوا في نفس التلفزة. صحيح. والبرامج هذه تجاه فيها عنف وفيها ضرب بالسيوف وضرب بالأسلحة، يعني حتى البرامج هذه تجي في الليل تطور الأعصاب، ما تخليش تلامبة يجي النوم تاعهم هذا ومع السهر وكيزيد يسهر وتلامبة وبحكم ثم تلامبة يتنقلوا في الكيران، يعني يتنقلوا المعاهد يقوموا بكري معناه يقوم بكري، يقوم الستة ويقوم الخمسة وزيد يمشي في الكار، معناها الأغلبية نتاعهم بحكم العدد يمشي وقت ويوصل غادي كينا ما تمش مراجعات باش يراجع، يروح مع الصيام، أغلبية التلامذة تو كينا مرحلة ثانوية تلقاهم صايمين، يروح تعب مع يزيد ربما يسهر الصباح في النهار الثاني يقصد ربي مش يقرأ ما يركزش يزيد يضيع كل شيء. ديجا يلقى روحه مستنزف معناتها طاقته الكل. لا بالطبيعة طاقته الكل واحد ويفقد التركيز ويفقد زاد الاستيعاب. ما عادش يستوعب. يضيع كل شيء. الحل حسب رأيك أنت يا سي سمير. والله كيفاش نتصرفوا مع الصغار؟ التلامذة يلزم يراقبوا الأولياء. الأولياء يراقبوا التلامذة نتاعهم، الأولاد نتاعهم يتابعوهم شنو يتفرجوا في التلفزة، شنو يتفرجوا على اللي يتبعوا المواقع نتاع التواصل. وفي نفس الوقت يكون الوجبات الغذائيه نتاعهم متكامله متوازنه، ومش خاطر نحن في رمضان مش نعيشوا على وجبه واحده بالنسبه للكبار، بالنسبه للصغار يكون النظام الغذائي نتاعهم متكامل ومتوازن، خاصه الصغار اللي مازالوا في طور النمو. أيوة. يستحقوا معناتها ثلاثه وجبات. أيوة. الاساسيه ويستحقوا زاد انه تكون وجبه متوازنه، مش كما كان يحكي سي عبد الرزاق. الصغير مثال في التعليم الابتدائي، التلميذ في الابتدائي لازم يفطر فطور باهي، خاطر مش يهز 4 كيلو كتب وكرارة على بحر ويقصد ربي ربما انتفى نتاع كيلومتر ولا 2 كيلومتر، الطاقة الكل يفقد، يوصل غادي كينا باش للدرس يفقد التركيز تلقاها تجيعان. صحيح. صحيح معاك سي عبد الرزاق السجني، يتفاعل معاك سي عبد الرزاق، شنو رايك في المداخل؟ صحيح عندنا مشكل كبير في النظام الغذائي، تغير النظام الغذائي في شهر رمضان كما اشرت سيادتك، معناتها احيانا صغير يبدا جيعان وما بالحق خاطر هو ما فماش فطور الصباح وفطور نص النهار المستانسين به، ما عادش موجود، يولي صغير يوصل يجوع. هو اذا كان عندنا في الايامات العاديه عندنا مشكل في التغذيه وفي ان المدارس معناها في مدارس ريفيه ما فيهاش مطاعم مدرسيه، فما مشكل كبير في الناحيه هذه. فما ادراك في شهر رمضان، في شهر رمضان فما عائلات الحقيقه في الصباح ما تلقى حتى شيء وما يطيبوش، ما يطيبوش وما يبقاش من الليل حاجه كبيره، وحتى كان تبقى تبدا ساعات متبدله وساعات مش محفوظه معناها على قاعده. فما صغيرات زاد ما يحبوش ياكلوا ماكله بيتا، وفما تبات حاجه روبا برانسيبال تبات حاجه معناتها قويه عليهم ودسمه ما نجموش ياكلوها، معناها الصباح صغير يفيق الصباح احنا نعطيه كسكسي ولا نعطيه كذا، زاد مش معقول، لازم الراي انه راهو فطور الصباح عنده مواصفات محدده. في حاجه تنشط الصباح الذاكره، فيها سكريات، فيها فيتامينات، فما شويه ديسير، فما كذا، راهو مش معناتها نطلبوا من الاولياء باش يكون اكثر من طاقتهم، انما حاجات بسيطه وممكنه. يعطيك الصحة سي سمير على مداخلتك معنا، شكرا ليك، إن شاء الله رمضانك مبروك أنت والعائلة الكل. احنا مازلنا مواصلين في استقبال تليفوناتكم على 70 35 120، كلمونا مرحبا بكم، مازال موجود بحذنا سي عبد الرزاق السجني جاوبكم على جميع تساؤلاتكم، ما تبدلوش الموجة، خليكم برونشي على 93. نهرة الحياة، منتدى الحياة، منتدى الحياة.
ما 23 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل وانتم تسمعوا في ذات حياة فام من القاهرة وين على 93. تحية كبيرة للمختلف الناس يسمعوا فينا وين ما يوصلهم صوتنا في مختلف معتمدية ولاية القاهرة وين، والناس اللي تابعوا فينا زادة على باج فيسبوك الحياة فام. يعطيكم الصحة لوفائكم لبرنامج منتدى الحياة. تحية كبيرة للناس اللي يكلمونا ويحبوا يشاركوا معنا ولا عندهم أي استفسار يخص موضوعنا لليوم. نحكيوا على شهر رمضان اللي مازلت أيام قليلة تفصلنا عليه، إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. نحكي على الأطفال الصغار المراهقين كيفاش يعيشوا الفترة هذية، يتغير لهم النظام الغذائي، يتغير لهم وقت النوم، كيف المراجعة، وقت المراجعة يتغير ويختلف شوية، نسق جديد عليهم كيفاش يعيشوا. كنا بدينا بالنقطة حكينا على المسلسلات اللي تتبث في الشهر هذية اللي الأولياء يتفرجوا فيهم، وبرسويت تلقى الأطفال زاد يتبعوا ويتفرجوا ويتأثروا ساعات بالجانب السلبي. نحكيوش ديما على الجانب السلبي من المسلسلات، اليوم عنا مسلسلات الحقيقة فيهم ميساج باهي برشا، وننصحوا حتى الأطفال أنهم يتبعوهم. المسلسلات الدينية، فما زاد مسلسلات تطرح قضايا اجتماعية يمكن تكون معناتها ما تناسبش أعمار الأطفال، ولكن مش ديما نحكيو على الجانب السلبي في الأعمال الرمضانية. فما أعمال الحقيقة فيها معناتها كما نقولوا سي عبد الرزاق ميساج باهي وهادفة وفما الفايدة منها. ما نحبش نذكر الأسامي للأسف، ما عنديش الحق نعمل إشهار، ولكن اليوم كما فما في الكفة فما الأعمال الرمضانية اللي فيها جانب سلبي واللي تأثر للأسف على المراهقين، فما زادة مسلسلات باهين وفما أعمال وبرامج تلفزية باهية وننصحوا بها الأطفال، ولكن ديما ننصحوا الأولياء أكيد اللي هما باش يراقبوا صغارهم في يشجعوهم ويختاروا لهم حسب عمرهم وحسب الأهداف، سواء يكونوا مسلسلات وإلا برامج تنشيطية. أيضا فما برامج تنشيطية فيها ثقافة للصغار، يثقفوا من الصغار، وفهموا مسلسلات دينية ومسلسلات تاريخية ومسلسلات اجتماعية مهمة وتناسب وقت الصغار اللي هما زادا يطلبوا. زادا احنا نراقبوهم المسلسلات التاريخية هذوما، وإلا هما بيدهم المسلسلات التاريخية ما همش الكلهم راهم باهين، ما همش الكلهم يناسبوا عمر الصغار، ما همش الكل راهو فهم مسلسلات تاريخية ومسلسلات دينية تتطلب أنه الولي يكون فاهم المادة هذيك، ينجم يقبلها الصغير ولا ما يقبلهاش. أكيد فما مفاهيم دينية قوية على الصغار، وفما حاجات ماهوش متناسبش الصغيرات والمراهقين. يلزم زادة الولي يكون واعي ويتبع ويراقب ويفهم الصغير زادة، إذا كان استعصت عليه بعض الأشياء يفهمه، هي فرصة باش يفهمه ويقرب له بعض المفاهيم والقيم الدينية. بيه سي عبد الرزاق، احنا مازلنا مواصلين النقاش معاك، باش نرجع معاك شويه نحكيو على المراجعه اللي كنا معناتها فسرنا للناس اللي يسمعوا فينا اون كونكليزيون، شو نجموا النقاط اللي نجموا ناكدوا عليهم معناتها السياسه نتاع مش السياسه بون نبعدوا شويه مش السياسه، حبيت نقول كي باش نراجعوا للصغيرات في الفتره هذه في فتره ما قبل الافطار والا ما بعد الافطار، مش يلزم هكا فما تكنيك معينه باش ناخذوا الصغير خاصه الاطفال اللي هما في عمر صغير كيفاش باش يتعودوا هما بهال فوالا، باش نشجعوهم باش نحفزوهم باش معناتها باش نخليوهم يحبوا. هما صغار راهم بطبيعتهم يحبوا اجواء الرمضانيه تعجبهم ويحبوا السهريه والطاوله اللي فيها شويه حلو واللي فيها كاستي واللي واللمة. فيها لمه والى اخره. هذه حاجات نعرفوها، دونك نحن نستغلوا هذايا باش نشجعوا صغيراتنا على انهم الى جانب السهرات الرمضانيه انهم يراجعوا ونوفروا لهم جو المراجعه، جو فيه سهريه اما فيه مراجعه من غير ما يسهروا برشا طبعا، لكن نحاول نقصوا لهم من المؤثرات اللي تبعد عليهم التركيز كما الصوت العالي نتاع التلفزه والمسلسلات والتنشيط والغناء وكل شيء. نحاول نمشيو بحذاه البيتو ونوفروا له شيء من ما أعدته الأم من حلويات ومن أشياء يحبوها الصغيرات، وفي نفس الوقت نشجعهم على المراجعة ونشجعهم على أنهم يطالعوا مدام فما شوية سهر زايدة ما فيها بس يطالعوا فيها شوية قصص، شوية قصص دينية وقصص غير دينية. نشجعوا الصغيرات باش يرقدوا بكري في وقتهم ويفيقوا في وقتهم، ما نحاولوش انه نفرض عليهم النسق نتاعنا، نحاولوا انه نخليو لهم النسق نتاعهم العادي ونفصلوه على النسق نتاعنا نتاع سهريتنا ونتاع نظامنا الغذائي ونظامنا في النوم
نحاولوا انه نعملوا لهم هما نسق وحدهم واحنا النسق نتاعنا واحد. وعلاش لا زاد سي عبد الرزاق واحنا في شهر معناتها فضيل ومعظم، معليش مثلا كما قلت انت الربع ساعه الزايده هذيك اللي باش يقعدها الصغير مع العائله في اللمه نستغلوها نعلموهم حاجه نوعيوهم نفسروا لهم مثلا قصه دينيه نعلموهم اي حاجه معناتها عندها علاقه بشهر رمضان، معناتها انا حبيت نقول نعملوا تيم معينه لها الشهر هذايا المفضل. هو بطبيعته شهر رمضان هو شهر العبادات، شهر العبادات فيه برشا مناسبات باش الصغار يفهموا الكثير من المفاهيم الدينية باش تتعرض بطبيعتها من غير ما احنا نخصصوا لها وقت خاص بها. شقان الفطر، السحور، الصيام الى اخره، هذوما كلهم قراءة القرآن الى اخره، هم برشا حاجات بطبيعتهم باش يكونوا معروضين قدامنا يشوفوهم في التلفزة ويشوفوهم حتى في تصرفات الناس والزيارات تبادل الزيارات إلى آخره. هذوما نشجعوا صغيراتنا على أنهم نفهموهم المغزى من كل حاجة قاعدين يلاحظوا فيها، المغزى من الصوم، المغزى من الزيارات، المغزى من التراويح، المغزى علاش فما في شهر رمضان بالذات يقولوا فما برشا عبادات لانه ذا شهر مبارك ماهوش كيما الاشهر الاخرين، علاش ربي ما تطلب منا باش نصوم وراه وعدنا ثواب اولا، لكن زاد راه وعدنا فيه صوم وتصح وراه باش نرتحوا اجسام البدن نتاعنا ونتخلصوا من برشا السموم ونرتحوا المعده الى اخره. دونك هي فرصه باش الحاجات اللي نعيشوها يفهموها. هو ديجا رابحين احنا، الحوايج اللي يشوفها يولي يفهمها. صحيح. فقط كي نوصلوا نعملوا هذا هو المشكل ساعات انه هو بيد الولي ما عندوش تفسير. فوالا. وما عندوش فكره واضحه على عدد كبير من العبادات اللي قاعد يمارس فيها ومش فاهم. فبالتالي ما ينجمش يقدم المعلومه الواضحه والشافيه والكافيه لولده. دونك انا حسب رايي انه مادام فما مبادئ اعلاميه وبرامج دينيه تفسر للصغار برشا حاجات انه نشجعوا الصغيرات باش يتفرجوا في البرامج اللي فيها فهم الكثير من المفاهيم الدينيه. وعدنا في رمضان برشا برامج دينيه قيمه واكسيسيبل للصغار، الصغار نجم يفهموها، الصغار المتحركه نجم يفهم. صحيح. وعدنا من الشيوخ نتاعنا اللي يجيبوا برامج قبل شقال الفطر يفسروا فيهم، كل مره ياخذ موضوع من مواضيع ويفسروا، معناتها هما عندهم خطاب وسطي، خطاب تونسي بسيط وسلس زاد يوصل المعلومة وماهوش متشدد. نشجع صغيراتنا باش يتفرجوا عليهم ويفهموهم ونعلموهم انهم تكون عندهم عادة قراءة القرآن قبل النوم مثلا حاجة باهية، يقرأ قصة دينية قبل النوم هذه زاد حاجة باهية. هذا هو معناتها من غير ما، المهم انه ما نفرضوش عليهم النسق نتاعنا في النوم وفي الماكلة وفي التلفزة. هذوما الثلاث حاجات اللي اهم نستخلصوهم. ثلاثة حاجات، الماكلة تتبدل، نظام النوم يتبدل، والمادة الإعلامية تتبدل. هذوما الثلاثة حاجات نحطوهم اون كونسيدراسيون، أنا كولي يلزمني نثبت ونعرف على شنو قادم في شهر رمضان باش ولدي ما تصيرلوش أضرار تربوية وصحية من جراء الثلاثة حاجات هذوما. باهي، نرجع معك نقطة أخرى سي عبد الرزاق كنا بدينا بها في بداية الحصة، هو التقليص اللي باش يصير في ساعات التعليم. زاد يظهر لي حاجة جديدة على التلميذ باش نعاودوه بها، ولو أنه هي حاجة إيجابية ولكن حاجة جديدة عليه، استانس بريتم معين، بساعات تعليم معينة وساعات دراسة معلم معينة. مثلا أنا نقول كيفاش اليوم مع أقل وقت، اما كيفاش نستثمروا الثلاثه ساعات هذوكم ابار الدراسه، خاطر احنا معناتها سي عبد الرزاق وانت تعرف كنا حكينا برشا، لانه التلميذ ما عندوش مهارات كان في التعليم، عنده ذكاءات متعدده. صحيح. عنده مواهب ينجم يطورها، عنده منعرفش برشا انشطه ينجم يعملها، فعلاش ليك ثلاثه سوايع هذوكم ما ناخذوش منهم ساعه والا نص ساعه والا اللي هو كل واحد حسب لي كونديسيون تاعو، وقتاش ساعه هو باش يوصل للدار وقتاش باش يرتاح وكل. صحيح. علاش ما نستغلوهمش في انشطه اخرى مثلا؟ شوف، هو الاشكال الكبير حكينا فيه هو انه التوقيت هذا هو توقيت فيه برشا ضغط فقط على الام، والوقت هذاك تستغل تبدا شوي الوقت، واذا كان هي تخدم تروح مخر وكل شيء، لكن راهو فما شكون في العائله
قادر باش يتلها بالصغيرات في الفتره هذه ينجم يخرج بهم يعملوا دوره صغار قليل وين تشوف واحد يخرج صغاره باش يعملوا دوره ويمشي خاصه قبل شقان الفطر قبل موعد الافطار ليه هكا اللي نهز الصغار ونمشي نعمل دوره في البلاد العربي نهز الصغار ونمشي نعمل دوره حتى في بقعه خضراء قريب تلي حتى في ندور بهم نهزهم البقعه يشوفوها راهم فيها بس راهو صغار ماهوش كان الدار واربع حيوت وقرايه والتلفزه وكذا راهو نجموا نخرجوا الصغيرات اذا كان عندي قضيات باش نمشي انا نقضي حاجه خفيفه للدار نهز معايا صغار والا علاش ليه هما ما يعاونوش حتى في معناتها في تقاسم الادواء تقاسم اللي باش ينظم الطاوله بتبيع معناتها ليميسيون حسب العمر اللي نجم يقدر يعاون في الكوجينه شويه يعاونوا الام في حاجات صغيره نعلموهم التعاون نعلموهم التآزر نعلموهم النظام نعلموهم انه ينجم يقسم وقته الثلاث ساعات هذوكم بين انه يخرج يعمل دوره وبين انه يراجع شويه وبين انه يعاون في وقت الذروه في وقت الغسره ينجم يعاون في غسلان صحون في حطان حاجه في اعداد المائده الى اخره الامور كلها ترجع احنا هل انه احنا منظمين في مخاخنا منظمين في وقتنا وعارفين رواحنا شنو عدنا شنو ما عدناش كيفاش نعيش والصغار شهر رمضان يستفادوا منه على جميع المستويات تربويين وصحيين ومراجعتهم ونتائجهم ما تأثرش هذا مهم جدا أكيد. لأنه شهر أبريل هذايا وشهر ماي هما من الأشهر المهمين في السنة الدراسية صحيح. لأنه ديما فيهم المفاهيم فيهم الدروس البهين الباز معناه الدروس الباز راهم موجودين ديما في الثلاثي الثالث وفيهم الامتحانات زيدة هكا ولا وبعضهم مش يكون فيهم امتحانات وطنية وامتحانات صحيح. الثلاثي الثالث يعني الفترة هذه مهمة برشا خاصة هذاك علاش احنا اليوم أكيد المناظرات الوطنية الباك النوفيام وإلا السيزيام وإحنا اليوم أثرنا اللي فوتوا شهر رمضان ومخدش وباك ومخدمش ومقواش في الريتم صحيح. بتاعه راهو بعد بشي القروح ومي وبعد جوان يلزموا يرتراب اللي فات ويلزموا يرجع يريف إذا كان عنده دروس ما هوش فاهمها كذا مادام عدنا شويه سر وشويه سر فيها بس نستغلوها اذا كان باش تزيد ساعه في نومك مثلا كنت ترقد العشرة نتاع الليل باش ترقد ال11 الساعه هذيك استغلها استثمرها في فيما ينفع انا نتذكر اللي في جيلنا احنا السهريات الرمضانيه هي سهريات نتاع مراجعه اون جروب صحيح كنا خاصه في البكالوريا خاصه في البكالوريا في الاقسام النهائيه السهر معناتها رمضان نعملوا فيه برشا حاجات باهيه معناها البروغرام كله والسيريات والخدمه والترافاي اون جروب وكل شيء يصير في شهر رمضان بمناسبه انه فما معناتها سهريه زايده على العاده نقولوا زايده على العاده لكن مش معقول باش نخليه الصغار يسهروا سهريه كبيره ويصبحوا تعبين لازم نقراوا حساب انه راهو السهريه الرمضانيه عندها حد ما لازمش تفوت ال 11 ولا ال 10 ونص جرو ماكس باش الصباح يصبح معناتها مركز وما يصبحش ناقص نوم وتعب وتثاوب والى اخره. باهي في الختام سي عبد الرزاق وصلنا معك الدقائق الاخرى من حصتنا حبيت نشكرك انا اكيد على حضورك معنا وشكرا على النصائح اللي ذهبيه خليني نقول نصائح ذهبيه اللي قدمتهم لنا اليوم وقدمتهم للاولياء في الاخر في معناتها في ختام حصتنا شنو نصيحتك اللي تتوجه بها ديريكتومون للاولياء؟ الأولياء نقولوا إن شاء الله شهر رمضان شهر مبارك علينا الناس كل احنا بيدنا في شهر رمضان يلزمنا نتهيئولو نفسانيا راه مش كان ماديا رمضان مش كان ماكلة وتصنيف وكل شيء راه فيه خدمة وفيه لهوة بالصغار في ثلاثة والأربعة حاجات كنا نحكيو عليهم توا لازمنا نهتموا بهم صغارنا ما لازمش يضيعوا في شهر رمضان تحت ضغط الإعلام المادة العالمية الجديدة وتحت ضغط التوقيت والسهر والكذا لازمنا ما ننساوش اللي راهو بعد شهر أبريل ما يقعدش برشا على الامتحانات راهو شهر أبريل شهر مهم جدا 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 بالنسبة لصغيراتنا ما نضيعهمش في شهر رمضان
يعطيك صحة سي عبد الرزاق السجني، مشكور برشا لحضورك معنا. هكا نكون وصلنا معكم الختام حصتنا لليوم في منتدى الحياة. غدوة موعد جديد ونكملوا معكم الجزء الثاني من الصحة النفسية بحضور المختص والمعالج النفسي سي فيصل الكعبي. كنت معكم سوار بن حميدة من قدام الميكرو. تحية كبيرة لأمنة بوخيت في الإخراج، سيف الدين بولعريس في الديجيتال. تابعوا بقية برامج الحياة فيم جوك على 93 من توا حتى للستة. سينو ما بقى لي كان باش نقول لكم في الأمان الناس الكل.